لي كونفرنس دو بريس ومن الصحافه فشويه الا كان شنو كان كيقولوا لي مور ظهري بلا داك الانسان راه برعان وحس براسو وانا غير كنحاول باش نكون لا باش نقدر نخرج جمله مفيده بحال هاد البلايص كريمة غيت كان العمل اللي جمعني معاه في الاول فيلم راجل المرأة كنلقى واحد النجاح زوين ومن بعد اقترحت عليا كريمة عندها اغنيه قالت لي كنشوفك معايا فيها وقالت لي اسمعي الا عجباتك دونك ملي سمعت الاغنيه عجبتني انا فيها رساله واللحن جميل كلمات توزيع يعني اغنيه بالنسبه لي انا كامله وعجبني الحال وانا فرحان بالاشتغال في العمل الثاني مع كريمة غيت بخير كنا في منطقة أكافي كنحيي هذوك الناس ديال هذيك المنطقة الناس كراما والناس طبيعيين تحس بهم مغاربة مغاربة الأولين يعني أنا فرحان بالتجربة وكان بالنسبة للتباعد هذاك الشيء عشنا هذا وهذاك الشيء كيكون في صالحنا فهمتيني التباعد في صالحنا بالنسبة لي الالتزام ديال التمثيل كيكون هو أكثر شوية فيه واحد تقول الغناء كتمشي فري تقدر وقت ما تقدر تأجل ولكن ما كتلتزم بشي بروجي يعني ما عندكش كيفاش في التمثيل في مجال التمثيل في الغناء انا كنفكر باش تكون اغنيه ان شاء الله مستقبلا ومع نفس الاخوان اللي اشتغلنا معاهم في هذه الاغنيه قولي وفي التمثيل ان شاء الله غتكون ميني سيري واش في رمضان ولا خارج من بعد رمضان مازال ما عنديش شي معلومات اكثر الابن ديالي سميتو محمد بسطاوي يعني بالنسبه لي انا دورت ملي خديت السميه ديال المرحوم يعني بالنسبه لي ورت وكان كيسولوني بعض الاصدقاء واش كتحس به واش كيميل للتمثيل ولا شي حاجه انا كيكون بعض المرات جالس في الدار وكنلقاه غير بوحدو كيهضر مع راسو كيدير لعبه كتقول ربما ولكن انت ما غتفرضش عليه ملي غيكبر ان شاء الله الاختيار خصو يكون اختيار ديالو هو باش ما تحملش مسؤوليه اختياره مازال ما واضحش هو الشباب شويه كيشبه الماما جدو شويه ملي كتعيش معاه كتقدر تجبد شي حاجه منك انت اليوم انطلاقات الاغنيه ديالنا قولي قولي بغيت نوجه تحيه كبيره للطاقم اللي خدموا معايا كلمات محمد امير الحان اشرف فقيهي توزيع بدر مخلوقي اخراج سفيان جراف انتاج ديالي الشعر والميكاب جواد كانانا الكوستيم ريم اكشودين دي او بي عبد السلام ادلان الفريق كامل اللي كانوا معنا الكليب تصور في منطقه مراكش اللي هي اكافي كيف جات فكره الكليب هو انه من بعد نجاح رجل المرأة حنا قلنا بغينا نديرو شي حاجه اللي هي تجمعنا بجوج وصراحه الاغنيه في الاول كانت سينجل ديالي انا ملي فكرت شكون هو هذا الفنان اللي غيقدر يكون معايا وشخص اللي انا كيعجبني وكيعجبني الصدق ديالو في الاداء فكرت يعني ديريكتومون في اسامه بسطاوي والحمد لله مني قلت ليه الفكره يعني رحب بها وفوالا كنتمنى الكليب يكون عجبكم صراحه جميع الاعمال الغنائيه اللي قمت بها قبل هي كانت الانتاج ديالي حتى هذا الكليب قولي الانسان جالي هو صعيب كيكون تحدي يعني شي حاجه جديده ولكن الانسان ملي كينتج لنفسه كيكون هو عارف شنو بغى يدير يعني وحاولت ما نكونش بخيل على العمل يعني اي حاجه خصات المخرج طلبها حاولنا نقدموها لو كان امكانيات كبر كنا اكيد نديروا شي حاجه احسن ولكن بظروف كورونا كان خصنا نديروا شي حاجه اللي هي ليكيب تكون غيدويت وفكره تكون بسيطه وتوصل للقلب قولي قولي يعني العنوان هو سميتو قولي قولي ولكن الغفران كيقول اش درنا ليك هي ليام قولي قولي لان كنشوفوا الدنيا تبدلات بزاف الحوايج كانوا زمان توحشناهم وافتقدناهم ما بقاوش حاولنا نجبدوا ونهضروا على هذا الجانب صراحه بزاف ما نقدرش نسمي واحد على الاخر ولكن يعني انا من الاشخاص اللي واخا الفنان ما يكون صديق ديالي للعمل عجبني جو لو بارطاج وكنحييه وكنهنئه بالعكس جميع الفنانين قراب لقلبي وعزاز عليا وكنتمنى الاغنيه تعجبهم ومتعجب الناس جميعا للعلم هذه حاجة جميلة علاش لأنه إحنا لحد الساعة درنا عمل واحد وهو رجل المرأة يعني عمل واحد خلى الناس كيقولوا كريمه اسامه كريمه اسامه حنا ما قمناش باعمال عديده والكليب كما كتشوف يلاه خرج يعني هذا حاجه جميله من عند الناس هذا دليل على نجاح التيليفيلم
اللي درنا نسب مشاهده كبيره كبيره بزاف. وكنتمنى علاش لا مادام هو فنان مجتهد وممثل محبوب وانا يعني كيشرفني نكون معاه، علاش لا نخدموا مره وجوج ثلاثه ومع اي فنان. انا بلاص كنرحب بالفكر الجديد ان شاء الله. كاين مسلسل مع ام بي سي سميتو قلبي نساك، اخراج المخرج ابراهيم شكيري. كاين جوج افلام سينمائيه وكاين كليب جديد ان شاء الله من بعد قولي قولي سميتو ما كاين شيء، اللي غنتعامل معاه يعني غنتعامل فيه بنفس التيم، كلمات محمد امير، الحان وتوزيع بدر مخلوقي، واخراج سفيان جراف. من هذا المنبر بغيت نقول للجمهور يدخلوا يشوفوا الكليب وكنتمنى يعجبكم. كنحماق عليكم وبسلام عليكم.